أكبر تجمع الفنانين العرب وخليجيين موجود يمكن ما قد حصل، فالليلة ليلة الحلم يعني. اللي حصل من بعد ما قضيت عشر السنين يتهدم المبنى بذاك الحب اللي ساس ومتين ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين. سعيدة جدا اليوم في أكبر تجمع الفنانين العرب وخليجيين موجود يمكن ما قد حصل، فالليلة ليلة الحلم يعني. لسه شاركوا بالغناء أو ما شاركوا أو حتى كانوا فقط بالحضور، أنا أشوف أنه هذا إضافة كثير كبيرة لكل شخص فينا. وراحت معه أحلى ليالي حبي الغالي الثمين ده اللي حصل يا أنا. لا الأجيال الثانية منتظرة هذا التطوير، لأنه إذا لاحظتي في كثير يعني أجيال جالسة تسمع الأغاني اللي من خارج منطقة العرب والكي بوب وغيره وغيره وغيره، كل يوم عندنا ترندات موسيقية حتشوفوها في التيك توك التطبيقات الأخرى، فتعرفي أنه في ذائقة موسيقية اختلفت الآن، لأنه الجيل الجديد مستعد أنه يسمع المختلف وأنا أقدم الموسيقى ليهم. هل إحنا نحتاج ذا التطوير ولا هو إضافة جميلة؟ لا هو نحن نحتاج هذا التطوير، وأصبح الآن وقت التغيير، وأنا مع التغيير قلبا وقالبا مع إضفاء الأصالة العربية لا بتكون موجود، حتسمعيها في إيقاع، حتسمعيها في كلام، حتسمعيها في توزيع، حتسمعيها في أي شيء يخصنا.